Thank you. أشكرك سيد الرئيس أصحاب السعادة أصحاب الفخامة شكرا لكم وشكرا لمصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاجتماع المهم في هذه الأوقات المهمة نحن هنا جميعا نحن هنا في منعطف خطير وفي أزمة كبيرة وهذه أزمة إنها أزمة لغزة وفلسطين وإسرائيل وهي أزمة لكل المنطقة وتهدد وكذلك أيضا تهدد من الحرب في هذه المنطقة بأكملها وذلك فنحن جميعا هنا نحن جميعا هنا يجب أن نكون كلنا واضحون فيما نتحدث إليه لقد قمنا بإدانة العمليات التي قامت بها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين وقمنا أيضا بإدانة آه الحصار الحصار المفروض على غزه وكذلك ايضا ناسى لهؤلاء حياه الابرياء التي راحت جراء هذا الصراع ونحن ايضا ناسى من الاخبار التي نسمعها كل يوم عن الاوضاع الانسانيه في داخل قطاع غزه حتى الان ان ان كل يوم او كل ربع ساعه يموت طفل في قطاع غزه وهذا لا يجب ان يستمر ابدا ان المياه والكهرباء والغذاء غير موجوده في قطاع غزه وانني سعيد الان عندما شاهدت الشاحنات تدخل الى قطاع غزه في هذا الصباح وانني ف... وانني اعبر عن شكري لكل من سحب في هذا وهذه بدايه رائعه وهذه بدايه ذكيه ونحن بحاجه الى مثل هذه الاعمال يجب ان ان يتم تسريع تقديم المساعدات الانسانيه ولا يجب ابدا اعاقه العمليات الانسانيه ويجب ان تكون منتظمه في الاداء ان النرويج تطلب تسهيل تقديم المساعدات ونحن نذكر الجميع بان هناك تعهد يجب يجب على الطرفين الالتزام بحمايه المدنيين ويجب توفير الضرورات الاساسيه لهم حتى الان هناك حاجه الان ماسه الى تقديم المياه والكهرباء الى قطاع غزه في الاسبوع الماضي اعلنا عن المساهمه بقدرها. قدرها 70 مليون من اجل المساعدات الانسانيه وانا اليوم اعلن عن دعم اضافي من اجل قطاع غزه وايضا هذا الدعم سوف يخصص الي منظمه الاونروا ولذلك فاننا بحاجه الي معالجه الموقف الانساني السيء ولكن هذا ليس هو الحل، الحل سياسي في المقام الاول، وانني اتفق مع ما قاله الملك عبد الله في بدايه هذه الجلسه الصباحيه، باننا جميعا نعرف بانه في نهايه المطاف، انه من الافضل للجميع ان نصل الى حل يضمن اقامه دولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وان النرويج ملتزمه بذلك منذ ثلاثين عاما ومنذ ثلاثين عاما كنا دائما نقوم بحث الجميع على فعل ذلك ولكنني اود ان أشارك معكم باننا شعرنا في بعض الاوقات بان ان هذه العمليه قد تعطلت في بعض الاوقات وكان هناك بعض الغموض الذي شاب هذه العمليه ولم نصل بالفعل الى حل حقيقي ونحن نرى ايضا هناك بعض الملامح الايجابيه وهناك بعض العمليات الجديده التي حدثت في التقارب بين اسرائيل والعالم العربي لذلك فإنني أعتقد أن الوقت قد حان أن نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن أيضا نخفف من حالة التصعيد وأن نعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القضايا الراهنة والقضايا وكذلك أيضا فإننا بحاجة إعادة بدء عملية السلام مرة أخرى ويجب ان نفكر قليلا خارج الصندوق ويجب ان نلتزم دائما بحل الدولتين ولذلك هذا هو الحل السليم من وجهه نظري ان هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لقطع الدعم عن السلطات الفلسطينيه الكثير من الشعوب عبرت عن ادانتها على ما قامت به حماس ونحن جميعا نؤكد على ذلك ولكن ذلك لا يمنعنا من المضي قدما في اتجاه الحل ايضا اذا ما عدنا الى اوسلو يجب ان ايضا نعتمد على ما تم احرازه في اتفاقيه اوسلو لذلك فان الهدف من اتفاقيه اوسلو واضحا ويجب ان نبني على هذا الاتفاق ونحن قمنا بالفعل ببناء المؤسسات وفقا لاتفاقيه اوسلو وهناك اليوم نجد انه ليس هناك افاق سياسيه في هذا الموقف وعدم وجود افاق سياسيه فيزيد من من ضبابيه الموقف ونحن بحاجه الان الى معالجه الوضع الانساني في غزه بشكل فوري وايضا في منتصف الصراعات ونحن بحاجه الى اعاده التفكير مره اخرى والنرويج ملتزمه كما كانت عليه الحال منذ ثلاث عقود ونحن سنعمل معكم من اجل ايجاد هذا الحل وشكرا لكم